يا سيد الأمين العثماني المناضل، جملة قلتها الوحيدة، جملة قلتها جملة قلتها مؤخرا، ماذا بي تشرحها لي؟ لأنه دوائر في السلطة طالبتني بالترشح والتخلي عن الحزب. دوائر في السلطة طالبتني بالترشح والتخلي عن الحزب. أنت الأمين العثماني المؤتمر الأخير قبل شهر عندما قلت بأنكم ستدعمون تبون، جميل قلت أعطيني إشهاد، جميل قلت هذه في الخطاب موجودة في اليوتيوب، مش من ثقافتي هذه، لا اه. لا جامي أعطيني عندك إشهاد وريعة كاينة في اليوتيوب وريعة إيه تكون جيبها، لا نسنى فيك حس خلاص على 11 معليش أنا نسنى فيك يا سيدي هاي لا طيب. تؤمنني لم أقل نشوفوا هذا المقطع اللي قلت لك تظل. قلت فيه باللي تلقيت ضغوطات حتى ما تترشحش ولا تنسحب من الحزب. أقول لي نشوفوا شوفوا اعطوني سبليت شباب تاع الدكتور لمين على اليمين والفيديو على اليسار. هيا سمعوا هاي. وغدوة التاريخ سيدون، هذه من المواقف التاريخية. شوف منا شوف منا للحزب تجاه الوطن. أنا بقول لكم مليح يا جماعة، أنا كانت عندي ضغوطات دوائر خلي نقول في السلطة ما نترشح، أنا مليش منافق مليح. وكان دوائر قال لك استغنى على الحزب، أنا مش دوله كلش نعطي لكم من لازم الحزب مستغل آخرين، وكاين التزام مع الرئيس حب يخدم، قلت له كاين نقائص، تولي جاي يقول لك النقائص اللي خدمتهم واجب تجاه الوطن، قال لي عاوني خليني نكمل خليت الحزب، ما قلتش خلي الحزب ضغوطات ايه ما قلتش تقول خليت الحزب، لا حبس حبس لا قالوا لك ضغوطات ومن السلطه وي. حتى تترشح وي نعم راك دارك وي لا لا قبل قليل كنت تقول لي لا لا قلت تخلي الحزب لا 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 قلت هكا قلت يا استاذ لمين قلت تخلي الحزب معليش النسيان لماذا سمي الانسان لا لا لانه ينسى كثيرا ليس ليس كما يقول لك خليت النص وخليت النص لا الضغوطات مازال نرضوك نحب نقول لك لا لا مازال قلت قلتليش هك قلت لي ضغطوك سواء تمشي مع الرئيس ولا تنسحب الحزب قلت يا هكذا قلت تتخلى عن الحزب قلت لك دوائر عاود جيب الفيديو دوائر في السلطه عاود نسمع الفيديو جيب الفيديو زميلي المخرج عاود نجيبوا الفيديو كل مسؤوليه ممكن الجماعه ما يكونش تجانس 100% مي اللي تعلموا في الدنيا هذه يسمعوا على حقهم إذا فعلا حبيتوا تعطوا درس الآخرين أن نغلب مصلحة وطننا لأن ترشحوا مشروع والحزب السياسي يكذب عليك احنا ما جيناش لجنة المساندة ولن نكون احنا اليوم إذا قبلتوا هذا البيان راح نرافق إلى أبدى الرئيس الجمهوري يكمل سيدي وغدوة التاريخ سيدون هذه من المواقف التاريخية للحزب تجاه الوطن أنا بقول لكم مليح يا جماعة أنا كانت عندي ضغوطات دوائر خلي نقول في السلطة ما نترشح أنا مليش منافق مليح. وكان دوائر قال لك استغنى على الحزب أنا مش دوله كلش نعطي لكم من لازم الحزب مستقر آخرين وكاين التزام مع الرئيس صحيح حاب يخدم قلت له كاين نقائص أنا هكذا اكتفيت وفيت شكرا لأصدقائي وهم كثر اللي بعثوا لي الفيديو ما خلونيش في ورطة مع الدكتور لمين شوف مستنيناش الغدوة شوف أنا اللي شجاع دكتور لمين قلت تلقيت ضغوطات شوف يا قادة شوف حتى لا تترشح خلينا نهضر معاك خلينا نهضر معاك وقالوا لك خلينا نهضر معاك انسحب خلينا نهضر معاك ما قال ليش ما قال انسحب وعد ما قال انسحب لا حبس